ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، دخلت لي بقوة. شلونك؟ زين الحمد لله. من وياي؟ حنين عبد النبي من ميسان. حنين عبد النبي اللي هي أخت فاطمة عبد النبي، مو صح؟ نعم أختي. تحياتنا لكم. حنين شكرا. عبد النبي من ميسان، على الشاطرة مثل أختك لو لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنا أصغر من زين، قولي لي أنت أختك الصغيرة ولا الكبيرة هي فاطمة؟ لا فاطمة الكبيرة. زين طيتش عيدية؟ لا والله ما عطتني. هاي شلون اخت هاي؟ لا تطيش عيدية. سيقول شيء تحركني عليها. حنونة يلا مستعدة للمسابقة؟ ان شاء الله. يلا نشوف الصورة. بدي تشوفين الصورة؟ بعد ما ظهر عندي. ها هسه شفتيها؟ سبايدر مان؟ لا يا سبايدر مان لابس احمر، هذا الرجال لابس اسود، هسه يقومون يلطمون ليش؟ هو الفيلم باتمان، اريد اعرف على كم جائزة اوسكار حصل؟ باكام كم؟ باكنام. شو اسمه شو اسمه؟ باكنام باتنام. لا هاي قوية حنين، حنين هاي قوية ما تقولي شي اسمه باتمان. باتمان طبعا حنين لا حد دخلت المسابقة بدون ما اسألك. تحياتنا لك حنين، قلبه واسم الفيلم، بس لو يشوفونه والله يجون يقسمونه.